الفتنة عظيمة في العلم نفسه، لأن هؤلاء الذين فيهم زيغ بحثوا، واليوم تعلمون مجال البحث سهل، يأتي الواحد في مكتبة، ولا الآن أسهل من المكتبة، يبحث في النت ويطلع له من الأقوال ويختار، يختار قول شين، يقول هذا قاله العالم الفلاني، قاله الإمام، لكن هذا ليس علما. العلم ليس كذلك، العلم لابد أن يؤخذ بأصوله وتجمع الأقوال وتفهم هذا مع هذا، وإلا كان العلم يتلاعب به الصبيان. كيف منزلة أهل العلم ومنزلة الرسوخ في العلم؟ هذه مسألة عظيمة ما صلحت إلا لفئة قليلة من الأمة، فيتلاعب بها صبيان. ليس الشأن بأنك تبحث وتقول قال العالم الفلاني كذا، لابد أن تفهمها بمجموع العلم الذي هو عند العالم. ولذلك جاء في الأثر: لا تزالون بخير ما كان العلم في أكابركم، لا تزالون بخير ما كان العلم في أكابركم، فإذا كان في أصاغركم وقعت الفتنة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم زمان يقل فقهاؤكم ويكثر قراءكم. وهذا شفناه، العلم كثير والاطلاع والقراءة، لكن ليس هذا الشأن.